كتير الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، كل التحيه والتقدير للدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعه، تحيه والتقدير ايضا للدكتور انيس شيحه نائب رئيس الجامعه، والساده العمداء والوكلاء واعضاء التدريس والحضور جميعا. حقيقه النهارده بنحتفل بتخريج دفعه رقم 6 في كليه التعليم الصناعي، وانا اول واحد بكون فرحان في تخريج اي دفعه، لان انا بعتبر انه كل الطلبه دول ابناء اللي في الجامعه، والجامعه حقيقه بتطلع منتج نهائي. المنتج النهائي بتاعنا في الجامعه هو الخريجين اللي نتمنى انه يساهم في رفعه هذا الوطن. في هذا الاحتفال اود اوجه بعض الكلمات اولا الى الساده اولياء الامور، نهنئكم على تخرج ابنائكم. طبعا مارسون طويل يمتد لاكثر من 15 سنه، فهنيئا لكم في هذا اليوم بتخريج ابنائكم. رساله ايضا لاسره كليه التعليم الصناعي ابتداء من سياده العميده الدكتوره صباح الى احدث عامل او موظف في كليه التعليم الصناعي، ده مجهودكم طوال 4 سنين الدراسه، انتوا اللي ساهمتوا بشكل مباشر في تخريج هذه الدفعه. اخيرا رساله لابنائي الخريجين، الف مبروك طبعا للتخرج، ان شاء الله التوفيق في الحياه العمليه، ولكن لازم في حفل التخرج بعض النصائح. النصيحه الاولى للخريجين الصبر والمثابره. على فكره النجاح ما بيجيش من طرق اول باب، ولكن لازم تطرق الباب مرة واثنين وثلاثة حتى يفتح الباب زي ما نقول على مصراعيه. فلازم تصبر وتبحث عن عمل وتجتهد حتى تحقق النجاح. الحاجة الثانية لازم تتواصل مع كليتك من خلال الدراسات العليا، ما تسيبش الكلية أبدا علشان تعرف كل